شو بدي اقول لك؟ اكيد اذا بده يدفع مصاري على سعودي بعطيه، بس من دون مصاري ما بصوت لحدا. انا ما ام نوت ذات كايند، عرفتي؟ قد ما بيساعد الشيك ولا 1000 دولار. ليه؟ لانه ما بدي صوت ولا بمصاري ولا بغير مصاري. اذا بتعطيني مي وكهرباء وصحتي خدي صوتي وصوت اهلي معي. ما ببيع صوتي. بيع صوتي. لا يعني هي ذا هو سيتويشن، وانا بنتخب بمنطقه محسوم مين بيربح فيها، فهن بالاساس ما حدا بيدفع، فممكن ياخذ المصاري وما انتخبه بالاخر. يعني ممكن اخذ منه وصوت ضده. ما بقول ايه بصوت ضده اذا انا مش مقتنعه فيه. ما في رقم هل عني، مجرد ما اجى هل عني. قول لي هاي مليون دولار، مليون، وغير عن قناعاتك، هاي مش وردي بنوم.